شغلة عجيبة يا أستاذ سمير أنه يلتقي الأمريكان والروس الآن مختلفين على لون اللبن، متفقين على حماية قسد، شو السر؟ لا هذا غير صحيح، مش متفقين على حماية قسد. هم لا يعني روسيا تختلف كثيرا مع الطرف الأمريكي، وروسيا هي وجهت أيضا يعني بطريقة غير مباشرة الملامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تكون هي دعمت جماعات قامت بهذه العملية. يعني هذا لا يقول لنا أن روسيا متفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعود وأكرر أن الأمن الوطني التركي هو من الأمن الوطني لسوريا، للجمهورية العربية السورية. إذا كان الأمن والسلام مستتب على أراضي سوريا، يمكن أن يكون مستتبا على الأراضي التركية. أما أن تبقى هذه الأماكن مسرحا لعمليات إرهابية، لمجموعات إرهابية خارجة عن السلطة، خارجة عن الشرعية، لا يمكن أن تدعم تركيا أبدا بالأمان والسلام. وصلت أستاذ سمير، وصلت أستاذ سمير. تعقيب سريع جدا، بدي أروح على أوكرانيا. هذا تهديد مباشر من الأستاذ سمير، أربأ منه أن يصوغه عندما يقول إذا كانت تركيا تريد أن ترتاح فيجب عليها أن تدعم نظام بشار الأسد. إذن سيستمر نظام بشار الأسد بدعم عمليات إرهابية في تركيا حتى تضخ تركيا، وكأنه يريد أن المسؤول عن عملية التقسيم هو نظام بشار الأسد، هي إيران، كون أنهم يريدون أن يضغطوا على تركيا من أجل أن تقبل بإرجاء إعادة تكرار يعني سيناريو بقاء بشار الأسد. نظام بشار الأسد حسب كلام الأستاذ الضيف من موسكو لن يترك لتركيا أن تنعم بالأمان طالما أن تركيا لا تريده أن يبقى على سدة الحكم، وهذا ليس شأن تركيا. بس هذا اتهام خطير للأستاذ سمير. هو الذي قال بن خليه يوضح يرجع سريعا. قال أن تركيا لن تنعم بالأمان إلا إذا نعم بشار الأسد بالأمان. أستاذ سمير سريعا. بشار الأسد هو الذي طيب صاحب المصلحة الذي سأل عنه. خليه يوضحها سريعا، هذه خطيرة جدا يا أستاذ سمير، وضحها لو سمحت، تفضل. اولا انا لم اقل ان يكون الامن والسلام للنظام في سوريا. اولا الرئيس بشار الاسد رئيس شرعي وانتخبه الشعب السوري. انا قلت الامن والسلام كما انتخب الشعب السوري للجمهوريه العربيه السوريه. هذا ما قلته. نعم. يعني الامن والسلام للجمهوريه العربيه السوريه هو يعطي الامن والسلام لتركيا، ليس المنظمات الارهابيه الخارجه عن سوريا.